فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول بأن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا العلم عن بعض أهل الكتاب ككعب الأحبار في أمور الغيب، فهل هذا صحيح؟ مش يدري عن هذا، يقول على الصحابة ما لا يعلم، أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذوا عن أهل الكتاب. نعم.